الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه يكثر الحديث في زماننا بين الدول المعاصرة وبين حقوق الأمم المتحدة الموهومة المزعومة، يكثر الحديث من حين لآخر في حقوق الإنسان وفي مدى عدل هذه الدول، وكيف ساوت هذه الدول بين رعاياها، وكيف أقامت الحياة عندهم في عدل ومساواة مطلق. ولكن هذه الادعاءات وافتراءات توهمها كثير من المسلمين، وخدع بها وبزخارفها كثير من المؤمنين، فطاروا فرحا وطربا بهذه الكلمات، ظنوا أن الأمم المتحدة وأن الدول الغربية وأن غيرها من الدول المتقدمة والحضارية أنها تنشر حقوقا حقيقية. ولكن في الحقيقة هذه مزاعم كاذبة وهذه أوهام فارغة. ولو نظر هؤلاء المسلمون، لو نظر هؤلاء نظرة حقيقية عميقة، لو نظروا إلى دينهم وإلى تعاليم رسولهم وإلى آيات كتابهم المبين، لعلموا أن الحقيقة، أن الحق في حقوق الإنسان لم يوجد إلا في دين الإسلام، وأن الإسلام هو الذي أرسى هذه الحقوق، وأن المسلمين طبقوه عصورا متوالية وقرونا مختلفة وفي خلافات متعددة، وما فرط فيه إلا حين فرط في الإسلام، وما ظهر الظلم وغياب العدل وغياب المساواة والقيم المطلقة إلا لما غاب الإسلام عن المسلمين في التطبيق. فليس المتهم إذن هو الإسلام، ولكن المتهم الحقيقي في غياب هذه الحقوق هم المسلمون أنفسهم الذين أضاعوا الدين وفرطوا في هذه الحقوق. ولتعلم أن حقوق الإسلام في الإنسان لا مثيل لها في شريعة أخرى، ولا في دين آخر، ولا في قوانين ودساتير أخرى، وإنما قوانين حقوق الإنسان في الإسلام مطلقة أطلقها الله سبحانه وتعالى، وهي شريعة ليست حقوق متغيرة، لا يأتي وزير أو دستور أو ملك أو رئيس فيستطيع تغييرها، وإنما هذه حقوق وشريعة ربانية تعبدية يقام بها الدين ويثاب ويعاقب عليها، ولها عقاب في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. حقوق الإنسان في الإسلام لم يعطيها إنسان لآخر، ولم يعطيها مخلوق لآخر، وإنما أعطاها الله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المدبر المالك لهذا الكون أعطاها لجميع المخلوقين. ولذلك فإن حقوق الإنسان في الإسلام لجميع جنس الإنسان، وليست خاصة بالمسلمين والمؤمنين والمتدينين أو القابعين والقانعين في الدول الإسلامية، وإنما هي حقوق مطلقة لجنس البشر. ولكن الحقيقة
أن هذه تغيب عن كثير من الناس، فيخرج الكثير من أبناء المسلمين ومن الذين تسموا بأسماء المسلمين وتزيوا بأزيائهم وسكنوا في ديارهم وتكلموا بألسنتهم، فيخرج هؤلاء طاعنين في دين الإسلام ويتهمون الإسلام بالهمجية والوحشية، ويتهمون المسلمين أنهم راحوا يفكرون في إبادة العالم كله. تفكير غريب من مسلمين يعلمون أن دينهم هو دين العدل، أن دينهم هو دين الحقوق، أن دينهم هو دين السماحة المطلقة، ولكن هناك قوة في أوقات وهناك غلظة أقر بها الله سبحانه وتعالى للمنافقين والكافرين والمحاربين، فهو دين عدل ودين وسط لا سماحة فيه مطلقا ولا ظلم فيه. ولكن الحقيقة في الإسلام أن الموقف يختلف بتدبير الله سبحانه وتعالى، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بإعطاء أهل الكتاب حقوقهم، وهذا ما سنفصل فيه في حقوق غير المسلمين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بحقوق المرأة وبحقوق الأطفال، بل بحقوق الحيوان والجمادات في الدول الإسلامية. ولذلك فلنتعمق أو لنسرد بعض الشيء، بعض الأحاديث والآيات والنصوص الشرعية التي يطرب بها الإنسان ويعيش في جو الحرية والمبادئ الذي يغيب عنه كثيرا، لنعلم مثلا حقوق الطفل في الإنسان. إن الإسلام في هذه الحقوق أو في هذا الباب لم يضع الحقوق للإنسان منذ أن يولد ويمشي على الأرض، بل إن الطفل له حقوق في الإسلام منذ أن يفكر الرجل في أن يتزوج امرأة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، دربت يداك، فهذا من حقوق الطفل وهذا من حقوق الأولاد. بل إن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول: الناكح مغترس، الناكح أي الذي يطلب الزواج ويبحث عن الزواج، الناكح مغترس، فلينظر أحدكم أين يضع غرسه، فإن عرق السوء لا بد أن ينزع ولو بعد حين، فإن عرق السوء ولا بد أن ينزع ولو بعد حين. وهذا يشبه المقالة المشهورة، وهي ليست حديثا نبويا، أن عرق السوء دساس. هذا يشبه ذلك، ولكن ذلك لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه فيما ذكرنا عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. فإن عرق السوء ولا بد أن ينزع ولو بعد حين. حقوق الأطفال في الإسلام تجدوها كثيرا في الأحاديث التي نحفظها، في حقوق اليتامى وفي حقوق التربية وفي العطف على المساكين. ولكن انظر إلى الحق العجيب الذي لا يوجد في دستور أبدا ولا يوجد في قانون أرضي أبدا، وهو العدل والمساواة بين الأطفال. يروي أحد الصحابة وهو النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير رضي الله عنه أعطاه يوما أعطيه، فكأن أمه أم النعمان بن بشير غضبت وقالت لأبيه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعطية. فذهب بشير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي عمرة بنت رواحة قد أعطيت ابنها أعطية، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أعطيت كل أبنائك هذه الأعطية؟ فقال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. وفي رواية: فإني لا أشهد على جور، أي أن هذا ظلم وأن هذا الذي فعلته بين أبنائك ظلم. انظر إلى هذا الحق، أين يوجد ذلك في دستور من الدساتير؟ وإن ذلك في أي قانون أرضي وضعي مما يفخر به الناس ومما يطير به الناس فرحا؟ أين هذه المساواة إلا في الإسلام بين الأولاد؟ ولذلك في رواية لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر والعطف، كما تحب أن يعدل أولادك معك في البر والعطف والإحسان، فكذلك أيضا اعدل معهم في الأعطية وساوهم في هذه الهبات التي تعطيها إياهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر ليوضح حقا من الحقوق المهضومة المظلومة، وهي حقوق البنات في التربية: كثير من المجتمعات ترفض
أن يعني يكون لها كثير من البنات، أو حين يولد له من البنات ولا يولد له من الأولاد فيحزن ويغضب، ولعله يطلق امرأته أو يذهب يبعث عن امرأة أخرى حتى تنجب له الأولاد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي حق البنات فيقول له من، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين، أي بنتين، من عال جاريتين حتى تبلغا، أي حتى تكبرا في السن، فأنا وهو في الجنة كهاتين، أي أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لما عدل ورب بناته على هذه التربية الإسلامية الصحيحة، وأنفق عليهم النفقات الشرعية، وقام بواجبات الله عز وجل فيهم، لتفخر بما قام به الخلفاء الراشدون في ذات يوم. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، خليفة خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والفاروق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان يحرس قافلة ذات ليلة، وأمير المؤمنين يقوم بنفسه بحراسة هذه القافلة خشية أن تسرق، فسمع بكاء طفل صغير فذهب إلى أمه فقالت: اتق الله في هذا الولد الذي يبكي كثيرا، ثم غادرها وذهب. سمع البكاء مرة أخرى فرجع إليها وقال: إنك أم سوء، لماذا يبكي هذا الغلام بهذه الطريقة؟ فقالت: لقد أبرمتني هذه الليلة، هي لا تعلم أن هذا عمر رضي الله عنه، فقالت لقد أبرمتني هذه الليلة، إنني أجبره على الفطار. قال: ولم ذلك؟ قالت: لأن عمر لا يعطي الأعطية إلا للفطيم. كان عمر رضي الله عنه قد شرع تشريعا في الدولة الإسلامية أن الفطيم يأخذ من بيت مال المسلمين أعطية تنفق له إلى سن البلوغ. فلذلك هذه المرأة أرادت أن تتسرع في أن تفطم ولدها حتى يأخذ هذه الأموال وهذه الأعطية، فقال: لا تتعجلي. ثم راح وصلى بالناس صلاة الفجر، ولا يستبين الناس من بكاء عمر، لا يسمعون القراءة من كثرة البكاء في الصلاة. ثم بعد ذلك قال: بئس لعمر، لقد قتل كثيرا من أبناء المسلمين، وحزن أنه قد شرع هذا التشريع ووضع هذا القانون. ثم بعد ذلك أمر مناديا أن ينطلق في الدولة الإسلامية ويقول أن عمر قد فرض لجميع أبناء المسلمين منذ الولادة. هذه هي حقوق الأطفال في الإسلام، ليس ذلك تموينا قد يأخذه البعض والآخر لا، وليس هذا يحتاج إلى الطوابير حتى تحصل على بعض أرغفة العيش، ولكن هذا حق أصبح حق مكتسب بتشريع من الخليفة الراشد الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. لعل ذلك في عهد الخلافة الراشدة كثير من الناس يقول: والله الإسلام لم ينطبق إلا في عهد الخلافة الراشدة، ثم بعد ذلك حدث ولا حرج. شبهة شيطانية لا صحة لها. انظر إلى عهد صلاح الدين الأيوبي السلطان العادل رحمه الله تعالى، فاتح القدس ومنصر الأمصار وناشر الإسلام. صلاح الدين الأيوبي لما كان في دمشق أمر بأعطية لأبناء المسلمين، أن تأتي الأم إلى مسجد الجامع الأموي في دمشق، وكان هناك ميزابين وهو ما يطلق عندنا في العامية بالمزراب في مسجد الأموي في دمشق، ثم تأخذ الأم من هذا الميزاب ميزابا فيه حليب وميزاب آخر فيه ماء مذاب فيه سكر، وتأتي يومين إلى ذلك الميزاب لتأخذ منها ما يكفيه ويكفي أبنائها إلى طيلة الأسبوع أو طول هذا الأسبوع. هذه نماذج من حقوق الأولاد والأطفال في الإسلام. فلننظر ولنتأمل ولتطرب آذاننا وأسماعنا ببعض حقوق الخدم والعمال في الإسلام، وهذه من الحقوق المهضومة. كثيرا من الناس يظلم في عمله، ويظلم إذا ما كان يعمل عند بعض الناس أو يخدم بعض الناس في البيوت أو في المصانع أو في غير ذلك. ويأتي الإسلام لينير بصيرة الناس وليجعل هذا التشريع مع الخدم والعمال ليس من قبيل العطف والشفقة فقط، وإنما تشريع رباني يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بصحابي يسمى أبو مسعود، فرآه يضرب غلاما له بصوت، فقال: أبا مسعود اتق الله في هذا الغلام، ولتعلم أن الله سبحانه وتعالى أقدر عليك منك
على هذا الغلام. فرمى أبو مسعود رضي الله عنه الصوت وقال: والله لا أضرب غلاما أبدا، لا أضرب خادما عندي مرة أخرى. يأتي صحابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ وهذه مشكلة تحدث في كثير من الذين يعمل عندهم العمال أو الخدم أو نحو ذلك، قد يخطئ وقد لا يصيب، وقد يحدث بعض الأشياء المنكرة الشديدة التي قد تضيع عملا أو تضيع شيئا أو مالا، فيقول: كم نعفو عن الخدم؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه الصحابي السؤال مرة أخرى: كم نعفو عن الخدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: اعفو عنهم 70 مرة، 70 مرة تعفو عن هذا الخادم إذا ما أخطأ، وإذا ما تجاوز، على شرط أن لا يكون هذا الخطأ خطأ شرعي، وأن لا يكون فيه مخالفة منكرة للدين. ولذلك طبق النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق العملي لهذا الحديث في الحديث الذي نحفظه جميعا في خدمة أنس بن مالك رضي الله عنه للنبي. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنوات كاملة. انظر إلى السماحة والعدل. فيقول أنس: فلم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. وهذا الحديث في الحقيقة كما أن فيه قيمة العدل والإحسان من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا فضيلة ظاهرة لأنس أنه ظل 10 سنوات كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتكب مخالفة شرعية، لأن النبي لو رأى منه مخالفة شرعية لم يسكت، ولكنه سيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. انظر إلى هذا الحديث العجيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني ليأكل معه، فليعطيه أكلة أو أكلتين، فإنما هو الذي ولي حره ودخانه، هو الذي تعب فيه. في بعض الروايات الأخرى: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه. انظر إلى العدل، أين ذلك في أي حق أو دستور أو قانون للأمم المتحدة أو للدول الغربية التي تتشدد بالحقوق والإنسانية ونحو ذلك؟ هل هناك أمر في أي شريعة أو في أي دستور أو في أي دولة أجنبية أو غربية يأمر الإنسان على سبيل الاستحباب أن يجلس هذا الخادم معه ليأكل؟ فإن لم يستطع ذلك، أو كان الأكل قليلا، أو كان هناك بعض الظروف التي تمنع ذلك، فليناوله منه أكلة أو أكلتين، يعطي من هذا الطعام. لماذا؟ لأنه تعب فيه، ولأنه قام بالخدمة عليه، ولأنه لعل نفسه اشتاقت إليه. انظر إلى العدل وإلى الرحمة في الإسلام، هذا والله عجيب. ولو تكلمنا في حقوق الخدم لأطلنا، ولكن لتعلم قيمة هذه الحقوق عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يستفيد النبي من مرضه الشديد فيوصي المسلمين ويتكلم بأهم الأشياء التي يريد ألا تقع مخالفة من المسلمين فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، أي أنه يحذرهم من ترك الصلاة ويبريهم بالتمسك بهذه الصلاة، الصلاة الصلاة. ثم يقرن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة: وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه بالعدل مع هؤلاء الخدم أو العبيد الذين كانوا في العصور السابقة من ملك اليمين ومن غيرها، يأمر النبي بالإحسان إليهم في أشد لحظات المرض وفي أنفاسه الأخيرة، يأمر النبي بالإحسان معهم وأن يقيموا العدل معهم. هذه قيمة في الإسلام لا تجدها أبدا في أي دستور ولا في أي قانون ولا في أي شريعة أخرى. لعلنا نختم أو نختم هذه الخطبة الأولى بحقوق المرأة في الإسلام. وحقوق المرأة في الإسلام لا مثيل لها. المرأة الأجنبية أو الغربية أو الأوروبية الآن تستخدم كسلعة، توضع عارية أو ببعض الملابس البسيطة على جسدها بجوار بعض السلع لتجذب الأنظار ولتلفت الانتباه، لينظر الناس إلى السلع ثم يشترونها بعد ذلك. فهذه هي قيمة المرأة عندهم. المرأة عندهم مصانع ولكن في بيوت الدعارة. المرأة عندهم لها حقوق ولكن في بيوت المسنين. أما الإسلام فقد وضع حقا لا يتجسأ للمرأة منذ أن تكون طفلة صغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 أخوات
أو ثلاث بنات فأحسن إليهن، فأحسن في تربية هذه الأخوات أو في القيام بحقوقهن أو في تربية البنات والقيام بالواجب الذي عليه اتجاه هؤلاء البنات، من كان له ثلاث أخوات أو ثلاث بنات فأحسن إليهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة. انظر هذه قيمة المرأة في الإسلام، منذ أن تكون طفلة صغيرة أو تكون أخت ليس لها عائل ولا ليس لها من يربيها لعل أبوها وأمها توفوا. هذه قيمة المرأة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على القيام بحق المرأة الأرملة إذا ما توفي عنها زوجها، فيقول الساعي على الأرملة والمسكين، الذي يقوم بشأن الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل والصائم النهار. انظر ليحث الناس على القيام بحقوق هذه المرأة وللقيام برعاية المرأة الضعيفة الذي لعل لا تجد من ينفق عليها أو يقضي لها بعض الحاجات أو بعض الأعمال. والعجب والله في المثال التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر عنه يوما أنه ظلم امرأة، بل كانت الجارية الصغيرة البنت الصغيرة تأتي وتمسك بيده، تمسك بملابسه وتطوف به في طرقات المدينة حتى تقضي حاجتها، حتى تفعل ما تريد، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم معها في هذه الحاجة التي تقضيها. هذا والله هو عدل الإسلام، وهذه هي قيمة المرأة في الإسلام. انظر إلى عمر رضي الله عنه الذي ما نتكلم عن العدل إلا ووجب علينا الاستشهاد بأفعاله. في أثناء خلافته كان يمر بالليل على البيوت ليرى هل هناك بعض المخالفات أو هناك بعض الأمور التي يجب التنبيه عليها ونحو ذلك. فعمر رضي الله عنه في ذات يوم وهو يمر على البيوت رأى امرأته ولها أطفال صغار وهم يبكون بكاء شديدا، ورأى هناك قنت وقد وضع فيه ماء يغلي، فقال مالك ومال هؤلاء الأطفال لماذا يبكون؟ فقالت هم جوعا. فقال وما بال هذا القدر الذي أراه لعله فيه طعام؟ قالت والله وضعت فيه ماء ليتعلل به الأولاد، يعني يتشغل به ويظن أن فيه طعاما حتى يرقدوا ويناموا. فشق الأمر على عمر رضي الله عنه، فانطلق ومعه بعض أصحابه وذهب إلى بيت مال المسلمين فأخذ غرارة وهو شيء يشبه الجوال أو الشوال أو نحو ذلك، ووضع فيه شحما ودقيقا وزيتا، ووضع فيه مالا وبعض الملابس، ثم قال لصاحبه احمله على ظهري. فقال يا أمير المؤمنين أنا أحمله عنك، أنا أحمل هذه الغرارة عنك. فقال أنا المسؤول عنهم يوم القيامة، احمله على ظهري. فحمل هذه الغرارة وانطلق إلى المرأة فوضع الشحم والدقيق والماء والزيت في هذا القدر، ثم راح يطبخ بنفسه لهذه المرأة ولهؤلاء الأولاد. يقول صاحبه وهو أسلم رحمه الله تعالى، يقول فرأيت الدخان يخرج ويتخلل لحية أمير المؤمنين من كثرة العمل والمشقة في القيام بواجب هذه المرأة. ثم ماء طبخ لهم هذا الطعام وهذا الشيء الذي أكلوه، فراح يلعب مع الأولاد وجلس معهم كهيئة السبع وهو يلعب مع هؤلاء الأولاد. فتعجب أسلم وهو معه في هذا الموقف، فقال له يا أسلم أتعلم لماذا فعلت ذلك مع هؤلاء الأولاد؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين، قال لأني رأيتهم يبكون فلم تطب نفسي حتى أراهم يضحكون. هذه هي قيمة المرأة وهذه هي قيمة الأطفال في الإسلام. إذا ما كنت تبحث عن قيمة المرأة في الدول الأوروبية فلننظر ماذا فعلت فرنسا حين منعت النقاب. فجاء بعض المسلمين الفرنسيين من أصل جزائري وقال والله أدفع غرامة كل امرأة منتقبة لن تستطيع أن ترتدي النقاب، هذا حق لهذه المرأة سواء اتفقنا أو اختلفنا هل هو فرض أم واجب أم مستحب، ولكن هذا حق. ألا يدعون أنهم أصحاب الحقوق والحريات؟ فجاء هذا الرجل وقال سأدفع الغرامة التي تفرض على كل امرأة فرنسية مسلمة ترتدي النقاب. فماذا كان من فرنسا الدولة المتحضرة صاحبة القيم وصاحبة الحريات وصاحبة المبادئ؟ فرضت قانونا بعد ذلك وسنت قانونا بأن تسجن المرأة المسلمة إذا ما ارتدت النقاب. لماذا؟ لأنها تمارس حريتها، لأنها تنسب الإسلام بأخلاقها، لأنها تظهر مبدأ شرعيا إسلاميا، وهذا ما يغيظه. تأتي سويسرا وهو هي الواقعة الشهيرة لتفرض وتسن في قوانينها أن لا يؤذن أذان في سويسرا وأن لا توجد مأذنة واحدة
في سويسرا هذه هي بلاد الحريات، هذه هي بلاد الحقوق التي يتشدق بها المسلمون الآن ويفخرون بها، وقد نسوا وقد جهلوا للأسف قيمة حقوق الإنسان في هذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، من أهم الحقوق التي يجب أن نقف عندها وقفة، وإن كانت ستكون وقفة يسيرة، وكنت أحب أن أفرد لها حديثا ولعل ذلك يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو حقوق غير المسلمين في الإسلام. وهذه مما تصيب بلبلة عند كثير من الناس، ويقرأ في بعض الشبهات فيظن أن الإسلام إنما خرج في مراحل الغزو والفتوحات الإسلامية ليجبر الناس على الإسلام، وهذه حقيقة باطلة وشبهة خفيفة لا مكان لها في الصحة ولا في التاريخ، بل إن المستشرقين أنفسهم شهدوا بخلاف ذلك. ولذلك حقوق غير المسلمين في دين الإسلام ليست حقوق تغير بمجلس شعب، فلو أتى مجلس شعب في يوم من الأيام وأقر بالأغلبية أن يخرج غير المسلمين من بلاد المسلمين سيصبح قانون وسيطبق. أما في الإسلام فإن حقوق غير المسلمين هي حقوق ربانية وهي شريعة تعبدية لا يجوز مخالفتها بأقوال البشر، ولا يجوز التعدي عليها حتى ولو بآراء أغلبية ظالمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وضع الله سبحانه وتعالى حدا ربانيا وشريعة تعبدية في التعامل مع غير المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى لا ينهانا أن نعامل غير المسلمين بالبر والإحسان والقسط والعدل ما داموا غير محاربين، وما داموا غير مخرجين لنا من ديارنا، وما داموا غير مسيئين لديننا وغير مسيئين لنبينا، فهنا وجب علينا أن نعدل معهم. لذلك يقول النبي في الحديث الصحيح: من قتل معاهدا، وهو الذمي الذي يسكن في بلاد المسلمين، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه فوق ما يطيق فأنا خصيمه وحجيجه يوم القيامة. كيف وقف التأمل مع هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يخاصم ويحاج المسلم الذي قد يكون قد ظلم غير المسلم، يكون قد ظلم جرجس أو جورج أو غير ذلك من غير المسلمين، يقف النبي يوم القيامة ليخاصم أحمد أو محمد أو حسين أو عبد الله أو غير ذلك من المسلمين لأنه ظلم غير المسلمين، فأخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه فوق ما يطيق أو أخذ منه شيئا لم يكن من حقه أن يأخذ. هذه والله قيمة لا توجد. انظر إلى معاملة المسلمين في نهاية خلافة الأندلس في الدولة الإسلامية العظيمة في الأندلس، انظر كيف عومل المسلمين، كيف عمل المسلمون بعد أن أخذت ديارهم وأموالهم وأخرجوا بالقوة من هذه البلاد التي حكموها ما يزيد عن 6 قرون. ثم بعد ذلك جاءت القوى النصرانية فأخرجت هؤلاء إخراجا جبريا، ومن ظل منهم مقيما في بلاد الأندلس حينئذ كان يجبر على تغيير دينه. ولو علم أن مسلما يسكن في بيت فيه ماء يغتسل به كان يقتل. لماذا؟ لأن الاغتسال علامة على الإسلام. لو علم أن هناك من يتكلم بالعربية كان يقتل. واكتشف قريبا منذ عدة سنوات بعض الخنادق والسرادقات التي كان يقام فيها مجالس تعليم كاملة للمسلمين، اكتشف فيها أشياء عجيبة، بعض الأشياء التي تدخل في اللسان فتقطعه، وبعض الأشياء التي تقيم أو تقلع الأظافر من أماكن. هذا كان يجرى مع المسلمين. لماذا؟ لأنهم مسلمين، لأنهم حكموا البلاد بالعدل. وإلى الآن أسبانيا تحتفل بعبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى الخليفة المسلم الأندلسي على أنه أعظم
ملوك أسبانيا إلى وقتنا هذا، ثم هم بعد ذلك يفعلون ذلك مع المسلمين. تريد أن تعلم قيمة حقوق الإنسان في الدول الغربية والأوروبية؟ اقرأ في تاريخ أمريكا كيف دخلت إلى هذه المنطقة وكيف أبادت مئات الألوف من الهنود الحمر حتى تقيم دولتها وحتى تحكم هذه الأراضي. انظر إلى ماذا فعل الإنجليز حينما ذهبوا إلى أستراليا ثم قتلوا السكان الأصليين حتى يقيموا دولتهم. هذا لا يوجد أبدا في الإسلام، وهذا لا يوجد أبدا في تاريخ المسلمين والفتوحات الإسلامية. والأبرهن على كلامي فلنعلم تاريخ بلادنا التي نقطن فيها، إن مصر ما كانت تحت الحكم النصراني، وكان أهلها قبل دخول الإسلام من النصارى، ولكن كانت تحتلهم الروم وكانوا يأخذون الأموال منهم ويظلمونهم ويقيمون فيهم الأعاجيب وهم أبناء ملة واحدة. ثم بعد ذلك لما أتى الغزو الإسلامي كما يسمونه، هذا الغزو الإسلامي يسمونه غزوا، وعجبا والله أن تسمع بعض المسلمين يقول غزو إسلامي، عجيب والله. الفتح الإسلامي الذي أنار مصر والذي رفع راية الإسلام والدين والذي أخذ بهؤلاء إلى الجنة يقال عليه غزو، عجب الله. ثم يأتي هذا النصر المبين للمسلمين حينما دخلوا مصر، ماذا فعل أبناء ملة النصارى من أبناء مصر؟ أعانوا هؤلاء الفاتحين ليخرجوا هؤلاء الظالمين من أبناء ملتهم. وكان كبير القساوسة المصريين يسمى بنيامين هرب فرارا بدينه إلى الصحراء وأقام هناك ديرا يعبد الله فيه طيلة 10 سنوات، وإلى أن أتى عمرو بن العاص فأتى ببنيامين هذا الكبير من القساوسة وأقامه كبيرا للقساوسة المصريين وكبيرا للنصارى المصريين. هذا الذي فر بدينه لأنه لا يستطيع أن يعبد ربه على ملته وفر من أبناء دينه النصارى، يأتي عمرو بن العاص ليجعله كبيرا للقساوسة في بلاده معززا مكرما. هذا هو الفتح الإسلامي لمصر التي نعيش فيها، لنعلم تاريخ الإسلام ولنعلم حقوق غير المسلمين في الإسلام. اقرأ التاريخ ولتعلم ماذا فعل المسلمون في كثير من فتوحاتهم من صور العدل التي لا مثيل لها، لتفخر بعد ذلك بكونك مسلما وتعتز بكونك من أبناء هذه الملة الحنيفية السمعة التي أقامت العدل الإطلاق المطلق في جميع ديار العالم وفي جميع بقاع الأرض، لتعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد الخير للعالم كله بهذه الملة. ولكن لما فرطنا نحن في التمسك بهذا الدين للأسف لم يعد هناك نظرة للإسلام سوى أنه دين همجية ودين وحشية. بعض الناس يقول كيف تتكلم بهذه الكلمات؟ ثم هناك في الإسلام الحدود الشرعية، وهناك قصاص، وهناك قطع للأيدي، وهناك جلد ورجم في الإسلام، وهذا ما يثبت بالقرآن وبالسنة. ولكن هذه الحدود وهذه العقوبات في دين الإسلام ما شرعت إلا رحمة للعالمين. انظر وتتأمل كيف يكون عدل وأمان وأمن في دولة لا يكون فيها عقوبات واضعة. انظر إلى كثير من الدول الأوروبية إلى الآن الذين يحرمون القصاص، ثم هم بعد ذلك يعدم الرجل عندهم بالكرسي الكهربائي إلى الآن. هناك بعض الدول إلى الآن تلقي بالقاتل من فوق بناء شاهق حتى يموت ولا يقتل برصاص أو بشنق أو بنحو ذلك أو بسيف. انظر إلى المجرم الذي يسرق ثم يسجن سنة وسنتين ثم يخرج فيسرق ثم يسجن سنة وسنتين ثم يسجن ثم يسجن ثم يسرق. أما في دين الإسلام لما شرع حد قطع اليد فما كان ذلك إلا ليمتنع هذا السارق الذي له ضوابط شرعية. في الإسلام ليس أي سارق ستقطع يده في الإسلام، وليس أي إنسان سيرجم في الإسلام، وليس أي إنسان زاني سيفعل فيه هذه الحدود، وإنما وضعت لها ضوابط شرعية. لو علمنا أن هذه الحدود ما شرعت إلا لحفظ الأمان والأمن وإقامة العدل والرحمة بالعالم كله. ولكن للأسف القلوب ضعيفة والشبه كثيرة
ونحن للأسف نلقي أذانا لكثير من الطاعنين في الدين، نظن أنهم مدافعون عن الدين، ولكن في الحقيقة هم يشوهون الإسلام، وهم في الحقيقة يحاولون أن ينفروا الناس من الدين، ولكن بكلمات منمقة وبملابس أنيقة وببعض الشاشات المزخرفة، فيظن الناس أن هؤلاء والله كلامهم صحيح فيتبعوا الباطل ويظنون أنه حقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن ينير بصيرتنا، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم سائرين على ملته متبعين لسنته، نرفع رايته وننصر دينه في كل مكان وزمان. اللهم إنا نسألك مغفرة الذنوب وستر العيوب والنجاة من الفتن والفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا تسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل راية الإسلام خفاقة عالية في كل مكان. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم